تعملين بشكل كبير فوق جاي النهارده والطالب رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي السلمي ومحسن الجيلاني برضو كان عندنا معلقين مع محسن الجيلاني سر الشركه عشان يجي يستلم الشركه اللي احنا خدناها بالفضاء. طبعا الشركه كانت تبع المستثمر الهندي وخربت. احنا عايزين طالما القضاء حكم لنا يجي يستلم الشركه وفي 310 جنيه صرفوا لجميع الشركات الغاز ومن حقنا على مستوى الجمهوريه احنا من حقنا ناخدهم ما هم مش راضيين يدوهم لنا فاحنا جايين برضو عشان 310 جنيه 220 اللي هو حابس السابي زي ما بيقولوا و 90 جنيه اللي على مدى الوقت احنا عايزين نبقى زي عايزين المحل عايزين نبقى زي جميع الشركات اللي هي ايه ادها الحاجات دي الخصية دي بس. طيب اسالك سؤال دلوقتي في الاعلام وفي الصحافة الحكومة عمالة شغالة تقول دي اضرابات فئوية واعتصامات فئوية وقطع طريق وبلطجة. انا عايز اسالك ايه رايك انت في الكلام ده؟ حضرتك بص احنا مش بلطجية ولا شورجية احنا بنخاف على اكل عيشنا عايزين نشغل مكاننا عايزين المصنع ده ما ينهارش تاني اكتر ما هو منهار احنا عايزين نرفع المصنع تاني لان المستثمر اللي احنا خايفينه ان الحكومه تديها خامات عشان نشتغل لان ثلاث شهور بنقول يا حكومه هاتوا لنا خامات نشتغل ما احنا اشتغلنا اكتر من كده الحكومه بتقول علينا احنا بلطجيه ان احنا بنقطع الطريق احنا بنقول للناس كلها احنا مش بلطجيه احنا ورانا قصه عاوزين خامات نشتغل وبس مش اكتر من كده لو احنا بلطجيه صحيح زي ما هم بيقولوا كان طلع منهم لما اخذ منهم محسن الكلام اول واحد بلطجي ومنى سعيد الجوهر اول واحد بلطجي الاثنين دول ما هم متخرجين من قلب الشركه متربيين في الشركه متربيين وكانوا عمال وده كمان صغير ولسه وده كان سعيد الجوهر كان زيها لسه موجود على المكن عندنا محسن الكلام لسه اسمه موجود احنا مش مطالب فوقيه احنا شركه من الشركات اللي رجعت من القطاع الخاص عايزينهم يستلموه هذا كل مشكله بس عايزين فلوس القضاء حكم ان هي رجعت مصريه وهما مش راضيين يستلموها ليه رايك ليه لان فيها سرقه ونهب من البدايه سرقه ونهب وهم عارفين كده والدنيا كلها المستثمر الهندي طب ولو ما شغلوهاش ومش عايزين يشغلوها هتعملوا ايه؟ شغلها انت ازاي؟ يجيبوا لنا خامات ويخلوا واحد مدير اداره رئيس مجلس اداره يصدر ويبيع ونقبض هيقول لك ما تعرفوش تشغلوها لوحدكم لا احنا نعرف نشغلها لوحدنا احنا مشغلين احنا من قبل 25 يناير احنا الثوره ما كانتش شغاله احنا الشركه الوحيده اللي كانت شغاله على مستوى الجمهوريه احنا بقالنا 9 شهور شغالين لوحدنا احنا شغالين من غير اداره من غير رئيس قسم ولا رئيس قطاع ولا مدير 9 شهور لحد النهارده كل واحد احنا مشغلين الشركه ومليانه خامات وفيها غاز يعني لو حد جه يبيع هيقبضنا بس. وايه رايكم في حمله استرداد القطاع العام اللي تخصخص برخص التراب وخدوه الحراميه؟ دي حمله جيده جدا احنا وراها احنا جميع الشركات اللي هي اتخصخصت ترجع لان الناس اتدمرت فيها الحكومه دمرت الناس كلها طيب الحكومه الاول دمرت الناس كلها من اولهم عاطف صدقي من اول ما بدا الخصخصه عاطف عبيد محمود محي الدين العالم دي كلها طيب واللي بيقول لك انه طب ما هي الناس دي خدتها ودفعت فيها فلوس المصانع دي يقول لهم ايه؟ طلعت السادات كان داخل الشركه ديت باغلى من السعر الهندي قالوا له اسف احنا عايزين ناكل من تحت الترابيزه هو راح جاب قروض من البنوك المصريه اكتر من 40 مليون جنيه على دماغ الشركه وما دفعش فلوس واخد منها 200 مليون جنيه ما دفعش قروض طيب هتعملوا ايه النهارده؟ النهارده احنا قاعدين مش ماشيين لما ناخد حقنا زي الشركات الثانيه هنبات مطرحنا كده زي الشركات الثانيه ويجيب لنا برضه بقولك احنا هنيجي نشتري فلوس كلمه اخيره لعصام شرف والمشير ان احنا مش ماشيين من مطرحنا لما الشركه تسلم بكره بتغلي احنا قلنا للمشير اقف جنب العمال الغلابه انما عصام شرف نقول له روح مش عايزينك لو ما وقفش جنبنا يبقى يروح زي اللي روحنا وثوره حتى النصر.